هل نحن مع عدوان اليوم على مدى هذا النهار الطويل وانتهى اليوم، أم أنكم في المقاومة ترون ما يجري مشابها لما سبق سيف القدس؟ وهل تبلغتم بموقف مثلا من وسطاء من الجانب المصري على سبيل المثال؟ يعني أولا الأوضاع الآن ليست مشابهة لما جرى قبيل معركة سيف القدس، بل أكثر بكثير. يعني التهديدات الإسرائيلية هي أعلى بكثير، وخطورة الأوضاع على مستقبل مدينة القدس وعلى مستقبل المسجد الأقصى المبارك، العدو اليوم يحاول أن يحسم الصراع على مستقبل مدينة القدس، ويستغل طبعا المناخات التي توفرها عملية التطبيع. أفهم منك أستاذ داود، أفهم منك أن قصفة الأبيب بات قريبا؟ قريبا جدا، يمكن أن يحدث في أي لحظة. وهذه هي الرسالة، أنت سألتني عن موضوع الوسطاء. نحن في حركة الجهاد الإسلامي اليوم وأمس معنا اتصالات عديدة من وسطاء كتب من مصر والولايات المتحدة، وأبلغناهم بشكل واضح أنه لا تتحدثوا معنا الآن عن هدوء أو ضبط نفس في ظل العدوان. لا يتحدث معنا أحد، تحدثوا معنا اليوم كيف سندافع عن أنفسنا.